واش الدراري واش الدريات، معكم عندنا فلوق فيديو جديد. الخوت اول حاجه نقولكم هي سمحوا لي بزاف 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 على تاخير دابا شهر وزياده وانا ما كنحطش فيديو الفيديوهات. كنقولكم سمحوا لي، انتم راه عارفين كانوا عندي الفروض وديكشي بزاف ديال الاسباب اللي ما خلونيش نحط الفيديو، والحمد لله حفظنا وراجعنا وهادي ودينا واحد الحاجه بعدا هي اننا نجحنا وجبنا معدل مزيون. وكنقول لكم الخوت اي واحد دار غير مجهود غير بسيط راه غادي تفوق وغادي ينجح، وخا هذيك المجهود البسيط الخوت. والسبب الثاني الخوت علاش حتى كنحط فيديو هو ان التليفون كان ضاع ليا الخوت، ومن هادشي كامل خليوه ودابا غادي نولي ونحط فيه الفيديوهات ونحطو فلوغات ونحطو المسابقات وكل شيء نحطوه الخوت. وعواشر مبروكه وعيد مبارك سعيد الخوت، يدخل لكم الصحه ولهنا وطول العمر الخوت كاملين، وتعيدوا وتعودوا بشي صحه جيده وكل شيء الخوت. وتحياتي للدراري ديالي الدراري اللي متابعين هذه القناه كاملين، وكنشكركم بزاف على اي حاجه درتوها معايا باش شويه بيش الخوت ما عارفش نعبر لكم الخوت اللي داكشي اللي كيخرج من فمي الخوت. كنشكركم بزاف وصافي الخوت. وانتوما كتشوفوا انا مشيت شريت البافا وشريت ديك السيبورا، هي تقدر تطلع لكم في التصويره لو حطيتها في المونتاج، ما حطيتهاش انا كنصور بيها. كما الخوت صافي دابا ان شاء الله نسوي كل شيء، غادي نبداو نحطوا فيديوهات وفلوغات ومسابقات. دابا ان شاء الله غدا نهار العيد غادي نصور لكم الاجواء العيد في الشمال في مدينه القصر الكبير بالضبط كيفاش كدوز وديكشي كامل غيتصور غدا ان شاء الله. نحاولوا لا قدرنا الخوت وصافي. دابا انا نمشي عن الاخر هنمونطي الفيديو الخوت في العشيه. دابا ملي نسالي نمشي للحوار مونطيه ريغلو نحطو يتلاح في اليوتيوب. ان شاء الله غدا غادي نمشي نصور فيديو عاوت في العشيه، ما نتعطاش عليكم في العشيه غنحطو يتلاح يجي عندكم تفرجوا فيه الخوت. وعواشر مبروك لكم عيد مبارك سعيد، وتهلاو بيس ليكم. يلا ديروا لايك ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه اللي باقي اول مره كيشوف عندنا قناه عندنا فلوق. وبيس ليكم تهلاو بيس.